عندك مريض بالقصر العيني وطلبوا منك علاج في نص الليل ومش عارف تجيبه منين، او انت دكتور بالقصر العيني وحابب تخدم مريضك وتوفر عليه تعب البحث عن صيدلية قريبة من المستشفى، او انت ساكن في منطقة سيد او المدينة الجامعية او مساكن هيئة اعضاء التدريس، هتجيلنا صيدلية القصر العيني لان احنا وفرنا لك كل انواع الادوية وادوية الطوارئ والكوسماتيكس. ابعت لنا روشيتا على الواتساب واحنا هنقراها لك ونوفر لك العلاج المطلوب، وكمان هنوصلها لك لغاية الباب في بيتك او في المستشفى. احنا عندنا خدمة التوصيل شغالة طوال ايام الاسبوع على مدار 24 ساعة مجانا، وعملنا لك خدمة اسأل عن طبيبك لان احنا عندنا كل بيانات اطباء اسيوط، ولو انت موظف بالمؤسسات اللي جنبنا مصنع سيد او الجامعة احنا بنرحب بيكم لتقديم افضل خدمة واحسن تعاقد. احنا في انتظاركم في صيدلية القصر العيني. تواصل معانا على الواتساب او الفيسبوك، احنا في انتظارك. مصنع سيد بجوار مستشفى الرحاب 2 امام المطافي.